احنا عندنا طبعا فترة زمنية معينة علشان يتم من خلالها بناء هذا المفاعل، لكن احنا كمان عندنا خطة مستقبلية ان احنا نتوسع، مش الضبع بس، يبقى عندنا اماكن اخرى. اكيد احنا دايما في مصر ما بنتكلمش على مشروع المحطة النووية بالضبع، انما بنتكلم على برنامج نووي طموح يبدا بمحطه النووية بالضبع ولا ينتهي بها. وبالتالي احنا دايما بندرس امكانيه اضافه وحدات اخرى داخل موقع الضبع. يمكن احنا عندنا بنتكلم على ان موقع الضبع بيتسع لاربع وحدات اخرى كبيره في الجهه الشرقيه، ايضا بندرس اضافه وحدتين في الجهه الغربيه، يمكن اضافه وحدات نوويه صغيره من 2 لـ4 وحده. فبالتالي الموقع يتسع لعدد من الوحدات الكبيره لا يقل عن 8 وعدد من الوحدات الصغيره لا يقل عن 2. بالإضافة إحنا بندرس المواقع الأخرى المتاحة، بيتم عمل دراسات ليها مستفيضة للتأكد من صلاحيتها لإنشاء محطات نووية. فالحقيقة إحنا دائما في جمهورية مصر العربية، لأن مصر دولة رائدة وعظيمة هذا في هذا المجال، وبدأت برنامجها منذ منتصف الخمسينات في القرن الماضي، فدائما إحنا نتحدث عن برنامج نووي طموح وليس عن مشروع المحطة النووية بالضبع. بس خلينا نعترف إحنا تأخرنا كتير، تقريبا 60 سنة، وحضرتك دايما بتكون حريص إن تفكرنا إن إحنا من سنة 55 إحنا بدأنا تقريبا بلجنة الطاقة الذرية. بالظبط احكيلنا كده يا فندم التاريخ ده، واحنا ليه نجحنا النهارده وقبل كده يعني تعثرنا؟ الحقيقه احنا يمكن تاريخنا في الطاقه الذريه تاريخ عريق. احنا بدانا فعلا بلجنه الطاقه الذريه سنه 55، اللي تحولت بعد كده لمؤسسه الطاقه الذريه، واللي تحولت لاحقا الى هيئه الطاقه الذريه، ودي الهيئه الام اللي انبثقت منها جميع الهيئات الاخرى، هيئه المحطات النوويه سنه 76، هيئه المواد النوويه سنه 77، هيئه الرقابه النوويه الاشعاعيه سنه 2012. فالحقيقه احنا برنامجنا بدا فعليا من سنه 55، وكان في عدة محاولات لإدخال الطاقة النووية. يمكن أول محاولة كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 64، ولكن الحقيقة بقت بالفشل نتيجة طبعا لنكسة 67 ولتعثر عملية التمويل. ثم كانت المحاولة بعد نصر أكتوبر في عهد الرئيس أنور سادات، بعد نصر أكتوبر بعام سنة 74 كانت المحاولة الثانية من خلال مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية، لكن تم وضع بعض الشروط اللي رفضتها مصر في ذلك التوقيت، وبالتالي تعثر المشروع مرة أخرى. ثم المحاولة الثالثة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك سنة 83، والحقيقة أيضا كان هيتم إنشاء المشروع في منطقة الضبع، ولكن جاءت حادثة تشيرنوبل لتوقف المشروع، لأنها كانت حادثة كبيرة في ذلك التوقيت لتوقف المشروع. واستمر يعني 85 سنة 86 تم المشروع، تم توقف المشروع لغاية سنة يمكن 2006 لما بدأ هناك حديث مجتمعي عن إدخال الطاقة النووية مرة أخرى. ثم اتخذ القرار الاستراتيجي سنة 2007 ببرنامج نووي طموح يبدأ بمنطقة الضبع، ولكن تحركنا في هذا الاتجاه، ولكن جاءت ثورة يناير في 25 يناير 2011، وبالتالي بعد ثورة يناير توقف المشروع إلى أن أحياه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك أنا بقول دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي لهذا البرنامج مرة أخرى، لأن تم فعلا في سنة 2014 البدء الحقيقي لهذا المشروع، وخطونا خطوات كبيرة في 2014، ثم في 2015 لما تم توقيع الاتفاقيات الإطارية مع دولة روسيا الاتحادية، ثم بعد ذلك في 2017 مع توقيع العقود والانطلاق الفعلي للمشروع النووي المصري.